ما رأيكم في العمرة في شهر ذي القعدة؟ وهل نقول بأنها سنة مؤكدة لورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة 3 عمر منفردة، في عمرة الحديبية التي صد عنها، وفي عمرة القضاء في السنة التي تليها، وفي عمرة الجعرانة في السنة التي تليها أيضا، وفي عمرة حجه حيث كان قارنا في السنة 10. والعمرة في أشهر الحج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مؤكدة، لأنه في عند الناس عقيدة فاسدة عند العرب في الجاهلية أنه لا اعتمار في أشهر الحج، لا اعتمار في أشهر الحج، وأن أشهر الحج للحج. حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة استغربوا ذلك، قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به. وقد استحب بعض العلماء أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أم العمرة في رمضان،